يسأل فيقول هل تجوز قراءة القرآن وأنا مستلقٍ على السرير؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بكل حالة، سواء كان راكباً أو ماشياً أو جالساً أو قائماً أو منقطعاً، فيقرأ القرآن إلا في حالة الجنابة. إذا كان عليه جنابة إنه لا يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث عن قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم، جزاكم الله خيراً.